قالي انت مش قد الهوى، سيب الهوى الناس، ايه دخلك باحساسه؟ البعد فيكي حلال، وانا من ساعتها بعد. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة، وانا سبته يتمادى. اصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ غرض، عايز نحب وامشي في سكة مغمضة وياه، واصبح الاقي نفسي ضحية جديدة من ضحايا، واخد لي سنين دموع وعذاب وندم، وانا بنساه هنساه.